أهلا بكم من جديد. في تونس ظاهرة انتشار الكلاب والقطط داخل الأحياء السكنية وفي المصبات العشوائية بدأت تقلق كثيرين وبشكل كبير خلال الأشهر الماضية. اعتداءات الكلاب والقطط للمرة أحدثت أزمة صحية في البلاد. القصة باختصار هي أن السلطات الصحية في تونس سجلت 9 حالات وفيات جراء انتشار داء الكلب بين المواطنين، وهو عدد غير مسبوق في الوفيات، الأمر الذي دفع الحكومة التونسية برئاسة رئيس الحكومة السيد كمال مدوري إلى عقد جلسة لمجلس وزاري مصغر في 19 من أغسطس الجاري. الجلسة حضرها وزير الصحة ووزراء آخرون للنظر في جملة من الإجراءات الكفيلة بالوقاية من تفشي داء الكلب. وبعد الاجتماع أشرف وزير الصحة علي المرابط بمقر الوزارة على ورشة عمل لمتابعة الإجراءات الوقائية للتصدي لداء الكلب، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية. وفي بيان على صفحة الوزارة على فيسبوك قالت إن الاجتماع خصص لتفعيل خلية أزمة داخل الوزارة الصحة لعرض الحالة الوبائية الحالية في البلاد. وزارة الصحة كانت نشرت بيان على فيسبوك أيضا أعلنت خلاله سلسلة إجراءات للتصدي للداء والوقاية منه، واليوم تم تفعيل رقم مخصص للإجابة على استفسارات المواطنين وأعطائهم كافة الإحاطات المتعلقة بالداء من الناحية العلاجية والوقائية. كما خصصت وزارة الصحة في تونس 315 مركزاً للتكفل بالحالات وتلقي العلاج الوقائي مع توفر اللقاحات والأمصال اللازمة. لكن الجدير بالذكر أن حل المشكلة أثار جدلاً آخر أيضاً، فقرار إدارة المشكلة بالتخلص من الكلاب الشاردة عبر القنص أثارت حفيظة واعتراض جمعيات الرفق بالحيوان، منددة بهذا الإجراء أي قتل الحيوانات بهذه الطريقة. وقد نظمت جمعيات الرفق بالحيوان في تونس وقفات احتجاجية كثيرة للمطالبة بوقف قنص الحيوانات الضالة وإيجاد حلول بديلة لها، واقترحت مثلا جمع تلك الحيوانات المشردة في مآوي خاصة وتعقيمها وتطعيمها على أن تترك لاحقا في الشوارع. وتنضم إلينا من تونس الصحفية نسرين حمداوي. أهلا بك أستاذة نسرين. كيف أصبحت هذه الظاهرة يعني متفاقمة إلى هذا الحد في تونس؟ في الحقيقة في الأيام الأخيرة هنالك حالة من الذعر في الشارع التونسي بسبب تسجيل 9 وفيات، وهو رقم ضخم مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة نتحدث عن ما قبل سنة 2020 التي سجلت أعلى نسبة وهي 3 وفيات طيلة العام. لكن اليوم في غضون 8 أشهر فقط تم تسجيل 9 وفيات، جزء منها يتعلق بالأطفال، نتحدث خاصة عن محافظتي سيدي بوزيد والقيروان، آخرها كانت لحالة وفاة لشاب تعرض لخدش من قطة في محافظة سوسة الساحلية. هنالك حالة من الخوف بسبب نقص التلقيح في البلاد، وأيضا بسبب انتشار واسع للكلاب الضالة والقطط الضالة في الشوارع التونسية. هذا المشكل بدأ يظهر خلال السنوات الماضية بعد أن توقفت السلطات البلدية في تونس عن قنص الحيوانات بضغط من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان التي كانت ترفض هذا الحل، ونفذت عديد الوقفات الاحتجاجية خاصة في العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى للمطالبة بتوفير مأوى لهذه الحيوانات وتطعيمها ثم إطلاقها لاحقا في الشوارع. لكن السلطات التونسية في المقابل تقول أنها لا تملك الإمكانيات اللوجستية والمادية الكافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من خاصة الكلاب السائبة، والتي يمكن أن يرى عددها بالعين المجردة، فبمجرد التجوال في الشوارع التونسية يمكن أن يلاحظ العدد الكبير جدا خلال الأعوام الماضية لهذه الكلاب. نشير أيضا إلى أن هنالك إشكال آخر في داء الكلب المنتشر في تونس، وأن عمادة الأطباء البياطرة كانت امتنعت منذ العام الماضي عن المشاركة في حملات التلقيح المجانية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة، وذلك بعد مطالبتها بالترفيع في تسعيرة التلقيح، لكن الوزارة رفضت هذا المطلب، وبالتالي امتنع الأطباء البياطرة الخواص عن المشاركة في حملات التلقيح. وبالتالي الأرقام تفيد، أرقام 2023 تفيد أنه تم تسجيل
تسجيل أكثر من 350 حالة كلب في صفوف الحيوانات. أشير أيضا إلى أن هذه الأرقام ترتفع خاصة في محافظات تونس الكبرى الأربعة والشمال الغربي ووسط البلاد، وهي أكثر المدن الفلاحية التي يوجد فيها عدد كبير من قطعان الخرفان. طب الآن انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك. كانت معنا من تونس الصحفية نسرين حمداوي.